اشتغل حلواني وفران وكمان بياع ملابس. هو كان في الأصل محامي لحد ما بقى من أكتر الفنانين اللي تميزوا بتقديم أدوار معقدة زي أدوار الشر والجبروت اللي كانت لما تشوفها تحس إنها حقيقية. الفنان خالد صالح، اسمه الحقيقي خالد سيد محمود صالح، اتولد يوم 20 يناير سنة 1964 في أبو النمرس محافظة الجيزة. اتربى يتيم، اتوفت والدته وهو صغير وبعدها اتوفى والده. أخوه هو اللي رباه وكبره. بدايته ما كانتش سهلة، اشتغل فران وهو عنده 7 سنين، بعدها اشتغل بياع في محل ملابس. كافح وتعب لحد ما دخل كلية الحقوق بمساندة أخوه لي. اتخرج من كلية الحقوق سنة 87، وقتها كان بيمثل على مسرح الجامعة واشتغل سواق تاكسي بعد ما اتخرج من الجامعة. اشتغل بعدها كمان في المحاماة شهر واحد بس، لكنه معرفش يكمل فيها واشتغل مع أخوه الأكبر في صناعة الحلويات. كان حلمه أنه يعمل مصنع حلويات شرقية. اشتغل بعدها كومبارس في مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، وبعدها اشتغل مساعد مخرج في مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية. كان أول أفلامه فيلم جمال عبد الناصر سنة 1996، عمل فيه دور رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية صلاح نصر. بعدها اشترك في مسلسل أم كلثوم سنة 1999 وعمل فيه دور مأمون الشناوي، وفي سنة 2000 اتفرغ تماماً للتمثيل وكان وقتها عنده 36 سنة. من أهم أعماله السينمائية تيتو، عمارة يعقوبيان، الحرامي والعبيد، والريس عمر حرب، وبالنسبة للدراما مسلسل سلطان الغرام، مسلسل بعد الفراق. رحل خالد صالح عن عالمنا في 25 سبتمبر سنة 2014 بعد معاناته مع مرض وراثي في القلب، لكنه ساب وراه حب كبير في قلوب الملايين اللي بيدعوله دايماً بالرحمة.